السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين أب ستاف سوليوشنز. النهاردة محاضرة جديدة من محاضرات الجافا ديزاين باترن. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم الكرييشنال باترن، أنا بصراحة بسميه الجينريك أوبجكت أو الجينريك باترن، لأني فكرته أنا بجنريت كونفيجربل أور جينريك أوبجكت، أقدر أخلي الكلاينت او مستخدم الكلاس بتاعي يقدر يعمل كومباينيشن او كونفيجريشن بشكل معين. غالبا بستخدم النوع ده في حاله ان انا كان عندي مجموعه كبيره جدا من الاتريبيوتس، والاتريبيوتس دي او البارامترز دي غالبا مش الكلاينت بيستخدمها كلها، هو بيحتاج يكونفيجر شويه معلومات او شويه بارامتر عشان يستخدمهم عنده في الشغل. يعني مثلا انا عامل كلاس للسيكوريتي مثلا، فبحتاج اضيف مجموعه كبيره جدا من الاتريبيوتس، وبالتالي اللي بيجي يعمل كونفيجر للسيكوريتي مش محتاج يفيل او يست كل الاتريبيوتس، هو محتاج يختار حاجات معينه. زي مثلا انا بعمل كونفيجريشن اوبجكت للكونكشن مع الداتابيز، مع الاكستشينج سيرفر، مع السيكوريتي. المهم ان انا عندي سيرفر او عندي اوبجكت مهمته ان هو بيكون جينيريك، مش محتاج ان انا اعمل فيل لكل الاتريبيوتس اللي جوه. عشان اسهل المثال شويه ممكن نتكلم عن ان انا بفتح حساب بنكي. بفتح حساب بنكي يعني عندي بيانات كتيره جدا، غالبا معظمنا عندنا حساب بنكي وبنفتح حساب بنكي، فنلاقي ان واحنا بنفل الفورم بتاع الحساب البنكي في كميه بيانات كتيره جدا، وغالبا بيانات كتيره احنا مش بتاعتنا. يعني مثلا يقول لك دخلي الباسبورت نمبر، طب انا ما عنديش باسبور اصلا، فبالتالي مش محتاج ان ادخل الباسبورت نمبر. محتاج مثلا يقول لك دخل رقم الرخصه، محتاج مثلا يقول لك لو عندك جنسيه اخرى، محتاج يقول لك لو عندك حساب بنكي اخر. طب في حاجات كده انا مش محتاج ان اضيفها اصلا، اوريدي هي اوبشنال، انا مش محتاج ان اضيفها عندي في الايه في الـ في الـ في الـ في الفورم او في الاوبجكت اللي انا بعمله. فدي فكره الايه البيلدر باترن. فاحنا مثالنا كله فكرته ان احنا عاوزين نعمل كلاس في مجموعه كبيره من الاوبجكتس والاتريبيوتس، والاتريبيوتس دي انا مش محتاجها كلها، في حاجات اوبشنال انا فعلا مش محتاجها في شغل. قدامنا حل من الاثنين، يا اما ان انا بستخدم بعمل مالتي كونستراكتورز، ببدا اعمل كونستراكتورز كتير، مره بشيل مثلا الاي دي والفون، مره بشيل الاي دي والنيم والفيرست نيم واللاست نيم، مره بشيل مع الباسبورت، مره معهوش الباسبورت. فتلاقي ان انت بتعمل ايه، بتعمل الجوريزم كده، فحاطط له مثلا في الكلاس مع مثلا احتماليه الداتا دي يحصل كومبينيشن مختلف بين الداتا اللي ممكن اليوزر يختارها، تطلع الافات الكونستراكتور، الاف الكونستراكتورز ممكن تحطها عشان اليوزر يختار براحته، لا انا عاوز ادخل البيانات دي ما دخلتش البيانات دي. فالموضوع فعلا معقد، دي مشكله. طب في حل للمشكله دي؟ الديزاين باتر او البيلدر ديزاين باتر. تعال نشوف السلايد وبعدين نبدا مثال عملي. البيلدر باترن او ان انا الجينريك اوبجكت او الجينريك كلاس فكرته ايه؟ فكرته كما هي جافا بيلدر باتر. تعال نشوف الديفلوبر ده زعلان وايه المشكله اللي عنده عشان نحاول نساعده باستخدام الجافا باترن. I want to build a Java class that contains a large number of optional parameters and the class consumer can select only the required parameters when instantiate a new object. هو الراجل بيقول انا عاوز اعمل كلاس ده فيه كميه كبيره جدا من الاتريبيوتس، والاتريبيوتس دي الكونسيومر او مستخدم او الكلاينت اللي بيستخدم الكلاس بتاعتي مش محتاج ان هو يروح يفل كل الداتا دي، هو محتاج بس يفل او يملى الريكوايرد بارامترز. فبالتالي ان عندي فكر المشكله اللي عندي ايه هي؟ ان انا عندي مجموعه كبيره جدا من البارامترز او الاتريبيوتس، وعشان احطها في الكونستراكتور كتيره جدا، لو بتكلم مثلا في مثلا 1000 مثلا 1000 او 100 اتريبيوت كتير عشان تحطهم في الكونستراكتور ونعملهم فيل مره واحده واليوزر يتلخبط بينهم، لا كتير فعلا. طيب الحل ايه؟ الحل بقى ان انا بدي له اوبشن هو يختار اللي هو محتاجه
بس our required parameters. We have a problem in Java class creation. دي تصنف تحت ايه ال creational category لان هي مشكلة انشاء object. طيب نشوف ايه الحل بقى الذكي اللي هيطلع لنا هنا. How we can solve this creation case. تعالى هو بيفكر بيقول لك قدامنا حل. اول حل ان احنا ايه نحط null مكان البارامترز مش الاوبشنال. يعني انا بكريت وانا بكريت او بعمل انشنشيت للاوبجكت فاي اوبشنال بارامتر احط له null null هكذا. فبالتالي لو انا عندي 100 اتريبيوتس ومحتاج منهم 3 بس فانا هاملى 3 values وال 97 باقي كلهم هيبقوا مكتوب كلمه null. ده اول حل. الحل الثاني ان انا ابيلد مالتيبل كونستراكتورز وده بيعتمد على كل احتمالات ان اليوزر يختارها. فبالتالي نشوف كام اوبجكت ونضرب بقى في الاحتمالات ونطلع كام الكونستراكتور ممكن يطلع. لو عندي 100 اتريبيوتس تخيل بقى ان هو ممكن يدخل كام واحد فيهم وممكن يعمل كومبينيشن بين مثلا الاول والثاني والخامس او الاول والسابع وهكذا. فبالتالي الموضوع فعلا يكون معقد ومشكله. ايه الحل اللي شفته لنا؟ طيب عايزين نعرف هو لا ايه الحل. الحل هنا ان هو ايه builder pattern is used to create an instance of very complex object having telescoping constructor in easiest way. ان احنا نعمل ايه نعمل object very very complex في مجموعه كبيره جدا من الاوبجكت واحنا بنختار الاتريبيوتس اللي احنا محتاجينها فقط. طيب بس في حته مهمه لازم نفهمها برضو عشان نتخيل قوي فكره البيلدر. فكره الميثود تشايننج. فكره الميثود تشايننج معناها ايه؟ ان انا عندي ميثود عامل زي القطار زي التشايننج زي السلسله. يعني كل شويه يعني ما له ايه ست نيم ايكوال كذا اند الاي دي اند الكانتري اند ده اسمه ايه تشايننج او سلسله ميثود ورا بعض. فالميثود تشايننج از يوز تو انفوك مالتيبل ميثود. هي بستدعي مجموعه كبيره من الميثود ان ذا سيم اوبجكت. اوبجكت واحد مش بعمل بقى كل شويه بقول له الاكس دوت جيت سالري اكس لا انا بقول اكس دوت جيت سالري دوت جيت الانكم دوت جيت الفيرست نيم دوت. هو اوبجكت واحد في وان ستيتمنت بقدر ايه اعمل سيت لكل الايه الفاليوز دي. فبالتالي ات ذا سيم تايم اوبجكت ويل اوكرز as single statement. هو بيتعامل هو كل الاتريبيوتس دي هتتعامل كسنجل ستيتمنت. الميثود تشايننج از امبلمنتنج باي ا سيريس اوف ميثود ذات ريتيرن ان ذا ريفرنس فور ذيس كلاس. هو في الاخر الفكره كلها ان كل الميثود اللي جوه التشايننج دي او السلسله دي بترجع ميثود لنفس الايه او ريفرنس لنفس الكلاس الحالي. هنشوف المثال ده بالظبط. مثال يعني عشان فهمنا قوي الميثود تشايننج ده. لو احنا مثلا في مطعم والمطعم ده عاوز ايه يعمل لك كيكه معينه او كريمه او مثلا جاتوه. فانت بتقول له المواصفات بتقول له انت عاوز ايه بتقول له والله انا عاوز كيكه مثلا حط لي فيها تفاح قطعتين موز ما اعرفش ايه حط لي عليها شوكولاته. انت بتحدد له اللي انت عاوزه ويبدا يبيلد او يكرييت حسب اللي عندهم. تقول له لا ما تحطليش مثلا مش محتاج فراوله مثلا مش محتاج تحط لي عليها مثلا مثلا اناناس في حاجات انا مش محتاجها اوبشنال انا مش عاوزها وبحط اللي انا محتاجه فقط. لكن في الاخر هترجع لي ايه هترجع لي الكيكه اللي انا عاوزها. فبقول له كيك اسم الاوبجكت دوت مثلا حط لي ميلك 20 مثلا وحط لي شوكليت حط لي مثلا شوكليت البيضه دي انا عايز شوكليته بيضه مش عاوز البلاك. حط لي كمان شويه فواكه حط لي عليها تفاح مثلا وكمان حط لي 10 قطع سكر. في الاخر اعمل لي بيلد للموضوع. فلو انا واحد تاني دخل زبون تاني هقول له لا بص انا مش عايز الكلام ده انا حط لي ليمونه وشويه واتنين سكر بس. فتخيلوا ان هو ايه كل كلاينت هيبدا كونسيوم او يبيلد كومبينيشن للاوبجكت بالشكل اللي هو عاوزه تمام. هو دي فكره البيلدر او الميثود تشاين. تعالى بيقول لك ان هنجريت بنك اكونت كلاس وبنك اكونت فيه كل الداتا دي في الناشوناليتي والفيزا نمبر والانترست ريت ولا عنده اطفال ولا لا هيعملوا حساب بنكي ما اعرفش ايه. طيب
فبالتالي الطبيعي ان انا اقول له ايه، ان انا اقول له اول حاجه هقول له كونستراكتور عادي واضيف له كل الاتريبيوتس، ولو ما عندوش باسبور ما عندوش رخصه ما عندوش حاجات تانيه فهحطها نل. ده اول اوبشن. اول اوبشن التاني زي ما قلنا ان احنا هنعمل عدد لا محدود من الكونستراكتور حسب الايه الكلاينت. مره هيدخل بس الاكونت نمبر، مره دخل اكونت نمبر وتشيلدرن ولو في حساب اطفال عنده في البنك، مره دخل معاه الاسم، مره هدخل معاه الاسم ورقم القرض، مره دخل وهكذا. هنلاقي ان هو بدخل هيعمل عدد لا نهائي من الايه يعني من الكونستراكتورز، وده حاجه طبعا ان لوجيك في السوفت وير ديزاين. فاتجهنا لحل المشكله دي عن طريق استخدام البيلدر باترن. فبقول له ان انا ممكن اقول له كريت نيو كلاس اسمه باك اكاونت، وبضيف له الاتريبيوتس اللي انا عاوزها، وبعدين ببدا اعمل انر كلاس عشان هو يتحكم في الاوبشنال اتريبيوتس، وبعدين نبدا الاتريبيوت دي بترجع الريفرنس للكرنت كلاس، وبعدين طبعا في الاخر هنبيلد بيلدر يعمل لي بيلد للاكونت بتاعي. تعال نشوف المثال بشكل عام. ادي عندي البنك اكاونت وعندي فيه كل الحسابات دي. طيب انا عشان اخلي اليوزر يبقى اوبشنال بقى يختار اللي هو عاوزه، مثلا رقم الباسبور، السحب، الايداع، الايميل، التليفون، عنده موبايل، عنده جنسيه اخرى، الكلام ده كله محتاجين الكلام ده كله يكون اوبشنال، مش يعني في الكونستراكتور عادي. يعني لو جيت قلت له كده في الكونستراكتور عادي، لو قلت له كده ايه اللي حصل في الكونستراكتور؟ هشوف عمل لي كل الدنيا دي، شايفين عامل ازاي؟ فبالتالي ادي شكل الكونستراكتور عامل كده. فانا لو جيت هنا فقلت له انا عاوز اعمل لي بنك اكاونت مثلا اكاونت هيساوي لنا نيو بنك اكاونت، اقول له هنلاقي ان انا لازم افل كل الداتا دي، والكلام ده مش لوجيك كتير جدا، وتخيل حساب بنكي بيبقى فيه معاملات اكتر من كده. طب لو بنتكلم على كونفيجريشن فايل مثلا، عاملين ملف يعمل كونفيجريشن للداتا بيز او للكونكشن او للسكيورتي او للاكسشينج سيرفر، طبعا يعني كميه بارامترز تكون مهوله، فان انا هستخدم الطريقه دي يعتبر الموضوع مش عملي. طب عشان نبلد بقى الكلام ده كله، اول حاجه يبقى مع بعض نفكر كده. اوكي، يبقى اول حاجه مش لازم استخدم نيو، الكلام ده مش صح، لازم اشوف لي حل في موضوع النيو ده عشان يعمل لي مشكله. طيب نوقف ده كده، الفكره كلها تعال نوقف ده. فتعال اول حاجه نعمل ايه، نقول له ده برايفت، ونخلي الكونستراكتور برايفت، الكونستراكتور بتاعي اهو هيبقى برايفت عشان ايه ما اعرفش استخدمه حاليا. الحاجه الثانيه ان انا هجنريت انر كلاس، ده بس عشان فكرته ان هو يتحكم في البارامتر بتاعتي، والانر كلاس ده هيرجع لي اوبشنال اتريبيوت. فانا هاخد الكلام ده كله كوبي واحطه في الايه في البابليك ستاتيك، في بابليك ستاتيك عشان اعرف استخدمه دايركت، بابليك ستاتيك كلاس اسميه اكونت. ده فكره الاكونت بيلدر كلاس ده عشان يبني الحساب، وهضيف له الحاجات دي كده تمام. ادي تاني حاجه، فاضيف اعمل كوبي لكل الاتريبيوتس اللي فوق دي احطها تحت هنا، ده كلاس فرعي، والكلاس الفرعي ده هعمل له ستر وجيتر، ستر ونقول له اوكي. طيب هنا عملنا ستر وقلنا ايه ان المفروض ان هو مش يرجع لي ايه، يرجع لي ريفرنس لنفس الاوبجكت، فهقول له اوكي يبقى ده هيعمل لي ريتيرن لنفس الاوبجكت. باجي هنا اقول له ده الفويد دي كلها الفويد دي كلها احولها ايه للاوبجكت تمام. اسمه ايه؟ اسمه اكونت واجي عند الفويد ده اعمل له ريبليس كله هيكون كده.
هيرجع لي الاكونت بالظبط. تمام ممتاز. يبقى كده دي حاجه. طب الحاجه الثانيه المفروض الريتيرن ده، فانا اقول له كل دول، كل الريتيرن دول رجع لي الكرنت ريفرنس. اقول له ايه؟ رجع لي الريتيرن ذس يعني الكرنت ريفرنس الحالي. طب ممتاز. يبقى انا اخلي كل الكلام ده يطبق على الباقي. طيب كده احنا ايه قلت له خلاص، يبقى كل الست بتاعي بالمنظر ده. برضه هنحاول نحذف كلمه ست دي خالص، مش محتاجينها. نعمل كده واقول له لا ست دي شيلها لي تماما بالمنظر. يبقى كده تاني خطوه ان انا عملت اول خطوه، عملت الانر كلاس، خدت كوبي بنفس الاوبجكت اللي عندي فوق، عملت لهم بابليك ب الاي دي والنيم والحاجات دي، وبيريتيرن الريفرنس بيست الفاليو ويريتيرن الريفرنس. ممتاز كده خلصنا. لا لسه الخطوه اللي بعد كده. يبقى ان اول خطوه عملنا الانر كلاس، تاني خطوه عملنا كوبي الاتريبيوتس اللي في الاوتر كلاس، الحاجه الثالثه عملنا ميثودز. الميثود دي بتعمل اساين للفاليوز او الاتريبيوت اللي داخله من اليوزر، وبعدين بترجع ريفرنس لنفس الاوبجكت. بعد ما خلصنا هنعمل بيلد بقى، نعمل حاجه اسمها ايه بابليك. بس البابليك ده هيرجع لي مين؟ هيرجع لي البنك اكونت بقى، الحساب الرئيسي ده. البنك اكونت، البنك اكونت بقول له ايه؟ رجع لي البنك اكونت ماشي، اسمه ايه؟ اسمه بيلد. والبيلد ده بس كل فكرته هيعمل ايه؟ هيعمل ريتيرن ل نيو بنك اكونت، وهياخد المعامل ذس يعني هياخد كل البارامترز الموجوده حاليا. هو بيقول لي ما عندكش واحد زي كده، هقول له ايه؟ تشينج الكونستراكتور، خليه المعامل كده، يدخل لي البيلد. طيب وبعدين؟ طب انت كده عملت ايه؟ خلاص هقول له دلوقتي ايه؟ اعمل لي سيت بقى الاتريبيوتس بتاعتي هنا، يعني اقول له ايه؟ كل الاتريبيوتس اللي موجوده عندي دي هات لي اياها. اقول له ايه مثلا؟ ايه؟ ذس دوت الاي دي هيساوي لنا الاكونت بيلدر دوت الاي دي. خلاص دي الخطوه اللي بعد كده. فانا هاخد كل الكلام ده هحطه كده. طيب يبقى كده احنا عملنا ايه؟ كل الاتريبيوتس اللي عندي عملت لها بالمنظر ده، عملت لها ايه؟ عملت لها اساين من البيلدر اللي انا انشاته. اخر حاجه بقى باجي هنا بقول له ايه؟ بقول له اوكي، اقول له اعمل لي ستر جيتر، اقول له اعمل لي بس ايه الجيتر، انا مش محتاج غير تعمل لي جيت للداتا بس، مفيش ستر عندي. كل القصه انا محتاج الجيتر بس. جيت النيم، جيت الاي دي، الكلام ده بالمنظر. خلاص؟ تعالى نعمل سيف. هنبدا بقى نعمل امبلمنت للحساب بتاعنا. هنقول عندي عميل اولاني، اكونت الاولاني، فبقول له ده عباره عن نيو بانك اكونت دوت بيلد الاكونت بتاعي دوت ايه. تعال نحط بقى ايه العميل محتاج ايه، تعال نشوف هو محتاج ايه. احنا نقول العميل، احنا مثلا نفترض قاعدين مع العميل، نقول له انت ايه، تعال نعمل لك بيلد الاكونت، نقول له مثلا اسمك ايه، هيقول مثلا اسمي محمد. طيب محمد معاك مثلا الناشوناليتي مثلا او الناشوناليتي اي دي، هقول مثلا ادي الرقم الناشوناليتي اي دي بتاعي مثلا. طيب ممتاز محمد. مع الجندر هقول مثلا ميل. طيب ايه تاني عندك؟ هديني مثلا ايه الكانتري مثلا، هقول له ده ايجيبت. طيب ايه تاني معلومات ممكن ناخدها منك؟ نقول له مثلا السيتي. اقول له ده مثلا كايرو. شايفين ان بختار براحتي انا، وبعدين في الاخر اقول له ايه؟ بيلد الاكونت. خلاص كده عمل ايه؟ بيلد الاكونت بتاعنا. ده اللي احنا بنسميه ده اول حاجه، ده بيلدر باترن، انا ببيلد حسب احتياجاتي. وده بنسميه برضو الميثود شايننج، ان انا هي عباره عن ميثود واحده عملت فيها اكتر من او مجموعه من الميثودز،
طبقتها as a one statement. ده فكرة الميثود ساينينج، ان هي مجموعة من الميثودز، يعني دي ميثود ودي ميثود، كل واحدة دي ميثود مختلفة، ولكن عملتها اكسكيوت او امبلمنت او استدعيتها as one statement. تعال نشوف عميل تاني هيفتح برضو حساب عندنا، بانك اكاونت 2. الراجل ده مثلا هنفتح له حساب نيو بانك اكاونت، واذا هنقول له بيلد بانك اكاونت بتاعي، هنقول له برضو النيم هنسميه مثلا ايه زياد، ده مثلا عنده باسبور مثلا، ما عندوش ناشونال اي، عنده باسبور نمبر، اوكي ده عنده رقم باسبور. طيب ده مثلا منين، ده مثلا ناشوناليتي، ده مثلا فروم سعودي عربيا مثلا. طيب وده مثلا، ده مثلا الديبوزيت بتاعه هيكون كام مثلا، مثلا ده 10,000. وفي الاخر هقول له ايه بيلد الحساب بتاعه، تمام. المنظر شايفين هنا كل واحد اختلف الاتريبيوتس حسب نوعه، ده خد باسبور وده ما ده خد ناشونال اي دي، ده مواطن وهكذا. تعال بقى نقول له ايه سيستم او سيسو، وهقول له اديني الاكونت انفو، واجي اطبع بقى ايه الاكونت بتاعت مثلا، اقول له ايه ec1.get جيت النيم، جيت النيم بلس acc1.get ال الكانتري مثلا، رحت نقدر اطبع حساب زي كده. تعال نعمل رن، فانا شفت تحت اللي حصل، هنلاقي ان طبع الحساب بالمنظر بس سبيس او حاجه كده، لو عملنا حساب التاني العميل التاني هنلاقي الدنيا مختلفه. ده حددتلوش الكنتري، ممكن اقول له كنتري اهو، المنظر ده. فاي قدرت اطبع بيانات كل عميل بالمنظر ده، اولاني تاني براحتي، كل عميل او كل كونفيجريشن مختلف تماما عن الاولاني. فاستخدمنا بقى ايه البيلدر باترن مع الكونفيجريشن مع الديناميك او الفيريس كومبينيشن زي كده. فبالتالي هنلاقي ان البيلدر ديزاين باترن حللنا مشكله كانت صعبه بالنسبه لنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا في المحاضره بتاع النهارده، يا ريت تعمل لايك سبسكرايب وتجوين معانا في اللينكد ان واليوتيوب والفيسبوك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.